البقاء لله مرة تانية يا سيف. ونعم بالله. تالي الشباب بعد اللي سمعوه ده عندهم شوية أسئلة، بس أنا شايف إن إحنا نخليها في يوم تاني أحسن. لا أنا جاهز دلوقتي، يتفضلوا تحت أمرك. لو سمحت يا باشا، كنت عايز أعرف معنى العلامة اللي بنلاقيها على إيد الناس اللي ماتوا. حسب التحقيقات كان مذكور فيها برضو إن الصياد كان بيسيب العلامة نفسها على إيد الناس اللي بيقتلوا. والله يا باشا موضوع العلامة ده بقى، العلامة زي ما أنت شفتها كده كلمة إنجليزي معناها صياد، وده السبب اللي خلى العميد ماهر الله يرحمه يسميه الصياد أصلا. إنما بقى كان بيسيبها على الضحايا ليه ويقصد بده إيه، أنا مشيت ورا الموضوع ده كتير جدا وللأسف ما وصلتش لحاجة. طب تفتكر يا باشا من الناحية النفسية إن الصياد ده كان بيشوف في كل واحد يقتله رمز أو بديل عن أبوه بينتقم منه بسبب اللي عمله في أمه وأخته؟ ممكن. طب حضرتك ما قلتلناش أي حاجة عن ظباط قتله؟ لأنه ما قتلش ظباط حسب اللي أنا وصلت له على الأقل. إزاي بقى يا فندم؟ ما أنا جرايم الابتسام ديت فندم سببها إيه؟ ما هو ده بقى اللي أنتوا هتكتشفوه قريب إن شاء الله. أنا شايف إن إحنا لازم ندرس القضية ونشوف إزاي هنستفيد من الكلام اللي قاله الرائد سيف. ولو حد فيكوا عنده سؤال هنروح له الكافيه، مش عايزين نتعبه تاني. شرفوني في أي وقت سعادتك. ايه رايك في اللي سمعته؟ في اسئله كتيره قوي محتاجين نعرف اجابتها. ولا حكايه ده معناه الوحيد ان احنا ماشيين غلط؟ لا يا معلم، لسه كل حاجه هتبان بس لما اجاوب على الاسئله الكتيره اللي عندي. انا بس محتاج ابص على القضيه تاني. طب تفتكر في حد تاني بيقتل غير الصياد؟ انت واثق قوي. الادله اللي عندي تثبت كلامي. الادله اللي عندك تثبت كلامك؟ وانت في حاجه حصلت بيني وبين المقدم مات؟ اشمعنى يعني؟ شايفكم مش طايقين بعض خالص، وكمان لقيته بتبصوا لك بصه كده ما عجبتنيش. اصل انا كشفته، ماجد العزازي بيسرب معلومات من عندنا ويديها لناجي الخليلي. ايه ده؟ الكلام ده خطير يا باشا. يا عم انا شايفه بعمل. طب وهنعمل ايه؟ ولا حاجه اعمل ايه يعني؟ انا شفته اه، بس انا مفيش في ايدي دليل مادي اعرف اقنع بيه حد. طب ربنا لو هتحرف عليه من جيبك كمان، انا مالي الهم ده؟ لو دخلت سياحه وفنادق وكنا خلصنا مش حمام بيه. ايه ده؟ انا اسفه طبعا ان انا جيت لك من غير ميعاد، بس بجد الموضوع ما يستناش. وبعدين انا كلمتك على تليفونك كتير جدا بس انت ما بتردش خالص. انا كان عندي اجتماع مهم. ممكن ايوه انا بصيت على ورق القضيه كله والصور كمان. أنا آسفة. تدخلي مكتبي من غير إذني وتفتشي في ورقي وشغلي؟ إنتي؟ أنا بجد مش عارف أقول لحضرتك إيه. كنت بحترم حضرتك جدا، كنت بشوفك بني ادمه مسؤوله. متهيألي اني قلت لك اني اسفه. انا اللي اسف. انا مضطر اتصل بقياداتي دلوقتي، في ناس هتيجي تاخد حضرتك وتخرجك بره المبنى، وما اعتقدش ان في حد في المكان ده ممكن يتعاون معاكي بعد كده. ايوه طارق بيه.
أنا عارفة مين اللي بيقتل الضباط وبيقتلهم ليه. تعبناك معانا يا سيف. ما تقولش كده يا باشا. يا رب يكون اللي حكيته ده افادكم بحاجه. انا كل اللي عايزه انكم ترتاحوا وبس. برتاح؟ انا كنت ابتديت ارتاح لما وصلنا المشتبه فيه وقلت خلاص هنقعد معاك النهارده ونبدا تحرياتنا بناء على المعلومات اللي انت هتقولها. بس للاسف هنضطر نبدا من جديد. ما اخبيش عليك، لو حصلت جريمه قتل واحنا ما وصلناش لانجاز ملموس هنبقى كلنا في خطر. هو انت شاكك ان اللي بيعمل كده هيستهدفك انت كمان؟ انا قصدي شغل يا سيف. عارف انا لو من مكان اللواء سامي وشفت الخيبه التقيله اللي احنا فيها دي انا كنت نقلتني. والحقيقه بقى المفروض اللواء سامي نفسه يطلعوه معاش مبكر ويحرقوا المكان ده. ما تقلقش، انا واثق جدا في قدراتك وان شاء الله هتعمل انجاز قريب في القضيه دي باذن الله. ان شاء الله. طيب انا هستأذن بقى، ولو احتجت اي حاجه بقولوا لي. طب سيف انت ما فكرتش في القضيه؟ ما وصلتش لاي اقتراح؟ والله يا حمدي انا بكل اخلاص بنصحك انك تمشي بالقضيه دي في سكه تانية. انسى موضوع السرقه خالص. انتوا كده ماشيين ورا سراب. ما تسمعش كلام طارق. انا عارف انه ظابط ذكي ومجتهد وعنده ضمير بس ما عندوش خبره. هيضيع لك وقتك وانت محتاج لكل دقيقه. عندك حق. تعالى وما وصلك. تصريح مظبوط. اتفضل يا فندم، الاسانسير هتلاقيه على ايدك اليمين.